وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من نيويورك الزميل ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. ياسر، بداية أهلا بك، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل اكتشاف أول حالة مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون التي تم اكتشافها قبل قليل؟ أهلا بك داليا وبالسادة المشاهدين. يعني كما تفضلت بالفعل، منذ قليل أعلن فاوتشي أنه هناك حالة جديدة أو حالة أولى من المتحور مايكرون. هذا المتحور الذي تخاف منه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع. ليس هناك الكثير من المعلومات حول هذا الأمر، وهذا ما أكده فاوتشي. فقط أكد على أخذ اللقاحات وأيضا أخذ الجرعة المحفزة لوأد هذا المتحور وأيضا فيروس كورونا. بالرجوع بشكل عام داليا وبشكل سريع عن مسألة كورونا والتخوف الكبير في هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات وإجراءات السفر التي سوف يدلي بها غدا جو بايدن، الإجراءات التي سوف قد تغير خريطة العالم في مسألة السفر والمستثمرين والسياح وكل من يأتي. أبدأ هنا من ولاية نيويورك وأقول بأن لم تسجل أي حالة من حالات المتحور، فقط في كاليفورنيا سجلت هذه الحالة، ولكن الكمامات أصبحت وعادت مرة أخرى داليا، لأن تعود مرة أخرى داخل كل التجمعات المغلقة في المصانع والشركات والمطاعم، أصبح إلزاما لذلك أن يتم ارتداء الكمامات. نعم. ياسر، ماذا عن دعوة حوالي 88 ماذا عن دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمريكيين بتناول الجرعات المعززة؟ رد فعل المجتمع الأمريكي حول هذه الدعوة، وهل هناك فئات لها أولوية أم أن الجميع سيحصلون على هذه الجرعات؟ شكرا لك داليا على هذا السؤال. يعني بشكل طبيعي وأساسي هناك تخوف كبير، وأصبح المواطن الأمريكي يستجيب استجابة كاملة لكل ما يعني تمليه عليه السلطات الأمريكية هنا، حيث أن ليس له أي حيلة. كان في البداية كان هناك تخوف وكان هناك إحجام كبير من المواطنين، لكن الأمر الآن أصبح بشكل أساسي. الرئيس جو بايدن أكد وأنتوني فاوتشي أكد أنه لا بد من أخذ يعني الجرعة التحفيزية لتكميل مسألة اللقاحات ولتطمين يعني الشعب الأمريكي، وهو ما بدأ بالفعل منذ حوالي أسبوع أو أكثر داليا. الآن الجرعة التحفيزية بعد يعني فايزر باونتيك لا بد من أخذ حوالي 6 أشهر بعد الجرعتين، ثم جونسون أند جونسون شهرين يستطيع الشخص أن يأخذ يعني بعد شهرين يأخذ الجرعة التحفيزية الثالثة. طمن الرئيس جو بايدن في لقائه أو حديثه عن أن يعني كان هناك ظاهرة كبيرة قد تحدثنا عليها، وهي أن المواطنين يخافون كثيرا من مسألة الإغلاق. قال بشكل أساسي أنه ليس هناك إغلاق، ولكن المواطنين أيضا يأخذون كل البضائع. فأكد على أنه في ميناء لوس أنجلوس وميناء لونج بيتش، وهي البضائع التي تأتي حوالي 40% من الولايات المتحدة من هاتين الميناءين، قد قرر أنه سوف يزيد من ساعات العمل داليا لإعادة البضائع مرة أخرى وسرعة يعني حصول المواطنين. وقال أيضا أنه ارتفاع الأسعار سوف يعني يكون يعني يقل في الأسابيع القليلة القادمة، وأنه فعل وإدارته كل الطرق والسبل لي يعني وأد مسألة الأسعار وتخفيض الأسعار، حتى أنه مؤخرا منذ أسبوع قام بضخ. أخيرا ياسر، ماذا عن المسافرين للولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع ظهور هذا المتحور الجديد أوميكرون؟ ما هي طبيعة الإجراءات التي سيواجهونها، وخاصة وأنت تحدثت أن إجراءات السفر ستغير وجه الحياة في أمريكا؟
يعني بالطبع بعد أن يعني فتحت الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها مرة أخرى للمسافرين، سوف تبدأ من الغد الشروط. يعني هناك الشرط الأول وهو أنه سوف يتم لابد خلال 24 ساعة لابد على المسافر أن يقدم مستند يعني يقول أنه خالي تماما من فيروس كورونا وأي متحور. هذا يعني هذه المدة القليلة سئل عنها فوتشي في المؤتمر الذي عقده منذ قليل، وقال أن هذا إلزاما، وقال أيضا بأن هناك سوف يكون هناك كشف داخل المطارات وأشياء أخرى سوف تظهر في الغد يعني عن طريق المؤتمر الصحفي الذي سوف يقوم به جو بايدن، وينتظره ليس فقط داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولكن كل المستثمرين وكل السائحين. نحن الآن في أعياد الميلاد داليا، وكل يعني أعداد كبيرة تأتي هنا للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إلى نيويورك وواشنطن والولايات التي تزدحم بالسياح والمناطق التي يعني السياحية لأعياد الميلاد والاستمتاع بكل مظاهر هذه الاحتفالات. ما هي توقعاتك لشكل أعياد الميلاد القادمة ياسر؟ يعني تطمين جو بايدن بأنه ليس هناك إغلاق. يعني نتمنى، أعياد الميلاد كانت يعني شبه كئيبة كما وصفت في العام الماضي، ولكن يعني في المداخلات القادمة سوف أرصد، ويعني الصورة سوف ترصد. هناك يعني أنوار رائعة في ولاية نيويورك وفي البيوت قد تزينت منذ بداية هذا الشهر ونهاية الشهر الماضي، قد تزينت لاستقبال أعياد الميلاد وكل عام وكل الأمة يعني كل كل العالم بكل خير. شكرا لك ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز.